عندنا آخر سؤالين في العلوم ومحدش يستخدم الجوكر. في جوكر؟ في جوكر. تمام يلا عمر. علوم وسؤال بعشرين نقطة. جاهزين؟ إن شاء الله. إن شاء الله. والسؤال هو: إلى كم نوع تنقسم ذاكرة الإنسان؟ على مهلك كام؟ اتنين. اتنين بعشرين نقطة. عمر إجابة خاطئة. ناصر عبد الحكيم في إجابة؟ معتز إجابتك. ثلاثة. هما إيه التلاتة؟ أعتقد طويلة المدى وقصيرة المدى والفوتوغرافية. الفوتوغرافية الحسية. ثلاثة إجابة صحيحة. قصيرة المدى وطويلة المدى والحسية. 20 نقطة اتخطفوا من المنصورة كوليدج، وبكده النتيجة 40 ناصر عبد الحكيم، المنصورة كوليدج 30، ودلوقتي